بعد ما نشفه. هيدي الجملة برعاية الشتوية، وأكيد بنسمع كل يوم من أهالينا لما نسألهم إذا نشفوا تيابنا أو لا. مشان هيك ديل إجي تتحللكن هيدي المشكلة وتجيبلكن هول التو آيتمز اللي كتير مرتبين وكتير عمليين. مثل ما شايفين هيدا أول آيتم لنقدر ننشف الصباط تاعنا من بعد ما نجي من برا ويكون كله مي، ونرجع نقدر نلبسه ناشف وكمان دافئ بهيدا البرد يعني. وبلس عن هيك جبنا ايتم تاني كرمال تياب حتى يبطل حدا يتحجج انه تيابه بعد ما نشفه، ويلبسهم وقت اللي بده. مثل ما شايفين كتير مرتبة وكتير حلوة وكتير عملية. منعلق عليها التياب او في لها تعليقات صغار كمان فينا نعلق عليهم لنستعملها بطريقة اسهل من هيك. وتخيلوا هول التو ايتمز بس $30 رح تقدروا تحصلوا عليهم اتنيناتهم وتحلوا مشاكل الشتوية بس $30. وكمان كرمال ما بقى تقولوا انه الغسالة اكلت الكالسات تعيدكن، رح نقدم معهم هيدي الجيفت اللي كتير مهضومة بتحطوا بقلبها الملابس الداخلية وعلى الغسالة.